والمهام المطروحة علينا جميعا تتعلق أساسا بمجموعة من المهام، أولها أو المهمة الأولى هو دفاعنا جميعا عن القضية الوطنية، ودفاعا بطبيعة الحال عن أراضينا، ولا يمكن أن نفرط في أي شبر من أراضينا، ونطالب باسترجاع بطبيعة الحال سبتة ومديرية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى تثميننا إلى المخطط الذي قدمه المغرب والمتعلق بالحكم الذاتي. بالنسبة للمهمة الثانية الملقاة على عاتقنا جميعا، وهو بذل مجهودات جبارة من أجل خلخلة هذا الواقع السياسي الذي يتسم بمجموعة من التراجعات. فانغلاق الحقل السياسي وسيادة منطقة التحكم في العديد من المجالات والحقوق يتطلب منا النضال من أجل إصلاحات دستورية. فدستور 2011 الذي قاطعناه جميعا بجانب مجموعة من القوى التقدمية، ونقول على أساس أن الدستور المغربي 2011 لا يرقى إلى طموحات الشعب المغربي. المهمة الثالثة بالنسبة إلينا في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وهو نسعى جميعا إلى وحدة اليسار وتجاوز معيقاته الذاتية والموضوعية، كل ذلك بطبيعة الحال من أجل توحيد النضال ومن أجل توحيد الصفوف، حتى نسعى إلى الأفضل والأحسن، وندافع على توزيع ثروات بلادنا بين جميع أبناء الشعب المغربي. المهمة الرابعة الملقاة على عاتقنا وهي المسألة الاجتماعية. فعلى المستوى الوطني نلاحظ مجموعة من الاحتجاجات التي لها ارتباط وثيق بالمسألة الاجتماعية. هناك من يدافع عن الشغل، وفي مقدمتهم بطبيعة الحال المعطلون. ربما إذا جينا نديروا واحد الإحصاء، جميع المنازل وجميع المنازل وجميع الأسر على المستوى الوطني ما كاينش شي أسرة اللي ما فيهاش معطل ولا جوج ولا ثلاثة ديال المعطلين، واللي كيطالبوا بحقهم الدستوري والحق في التشغيل المتعلق بطبيعة الحال بالمصير على المستوى الحياة الإنسانية. ثم بالنسبة إلينا في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، نسجل على أن الدولة المغربية لا ترغب في تغيير هذا الواقع من خلال تدخلها في جميع القضايا المتعلقة أساسا بالانتخابات. تبعنا جميعا آخر انتخابات ديال 3 يونيو ديال شتنبير، ديال 4 شتنبير ديال الجماعات المحلية، ونأخذ ديمقراطي يجمعنا جميعا في هذه المحطة التنظيمية. إذا ما حاولنا أن نقارن الوضع اليوم الحالي في القرن العشرين 2016، القرن 21 عفوا 2016، مع المراحل السابقة، كاين العديد من الناس كيقول لك راه العاجزين، كاين العديد من الناس كيقول لك وراء الوضع. الكلمة لأخي وصديقي الأخ المصراوي، وشكرا لكم. أجمعين على هذا العرض القيم اللي أعطى صورة على الوضع السياسي الرهيب في الفندق. سندعو مباشرة إلى تلاوه العرض، تقرير حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بمدينة العلوي منذ تأسيسه سنة 2011. ففي سنة 2011 تم تأسيس الكتابة المحلية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالعلوي تحت إشراف كما قلنا عضو المكتب السياسي آنذاك المرحوم الرفيق العمراني طيب. فمنذ أن تولينا وتحملنا هذه المسؤولية لم نفخر بأي مجهود. فأول ما صادفناه
في بداية تبسيس هو ذلك المشكل الكبير الذي كانت تعاني منه مدينة العروي، وأخص بالذكر هنا قسم إعداد بطائق بطاقات التعريف الوطنية بمفوضية الشرطة بالعروي. إن أراد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية كان عليه أن يفيق مع الساعة 3 صباحا ويصطف عند باب مفوضية الشرطة. هذا ما جعلنا في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالخروج ببيان شديد اللهجة ضد القائمين على هذا القسم، وبالفعل قد نجحنا، ومنذ ذلك اليوم عادت الأمور إلى نصابها، حيث وضعنا حدا للمعاناة الكبيرة التي كانت تعيشها الساكنة مع هذا القسم. ومع انطلاق حركة 20 فبراير كنا من الأوائل في دعمها وخروج ببيانات مساندة لها ولمطالبها المشروعة والعادلة، وأسسنا إلى جانب كل القوى الديمقراطية والحية بالمدينة مجلس دعم، وشاركنا في كل أشكالها النضالية وفي المسيرات التي كانت تجر شوارع مدينة العروي والناظور. وبخلاصة قدمنا كل ما تطلب منا من دعم سواء كان ماديا أو معنويا، وخرجنا ضد المجلس البلدي خاصة الافتلالات التي شابت أنذاك الحساب الإداري وقسم التعمير والتسيب كبناهم في شتى المحطات في الموضوع إلى كل جهات ذات الاختصاص بهذا الملف. كما قلنا الاحتجاجات الكثيرة والمكتفة على المجلس البلدي الذي طال أمده والذي يعود فيه الفضل لمناضلين إلى جانب كل مناضلين الشرفاء بمدينة العروي وراء إسقاطه. وكنا في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الفضل الكبير في جلب لجنة تفتيش التي كانت سابقة من نوعها منذ تأسيس المجلس البلدي بمدينة العروي سنة 1992. 19/4/2012 تحملنا كامل المسؤولية في خوض معركة نضالية كبيرة ضد الفساد الذي كان يستشري ولا زال في مستشفى محمد السادس بعد تنامي الفساد فيه بشكل كبير، وخاصة من قبل بعض الأطر العاملة فيها. وخضنا معركة ضد إحدى الطبيبات التي كانت تدعي السلطة والنفوذ بحكم تقلدها لمناصب عامة، حيث خرجنا ببيان ناري ضد السكان ونقل المعركة من جماعة بن يقيل إلى مدينة العروي، حيث يتحمل المسؤول مسؤوليته بتنظيم شكل احتجاجي كبير. وقمنا بمراسلات عامل الإقليم ووزارة الصحة العمومية ووزارة البيئة، وانتقلنا إلى عين مكان وخذنا احتجاجات في المكان أيضا، واستمرينا في تبني فساد طوال السعادة. 3/6/2013 خرجنا ببيان ضد أحد المسؤولين الأمنيين بالعروي الذي أعطى أوامر بتعنيف المعطلين أثناء إحيائهم للذكرى أحدى الطلب الأليمة، والمعروف كذلك بممارسته المشينة ضد ساكنة العروي مما عرضه للتوبيخ وإرغامه على تغيير سلوكاته. 16/8/2013 تبني وقيادة الملف السوق الأسبوعي الذي يعتبر الكارثة الصحية والبيئية بامتياز بمدينة العروي، حيث قدنا احتجاجات كبيرة وناضلنا إلى جانب الساكنة من أجل فك هذا الحصار الخانق الذي تعيشه ورفع الأضرار الجسيمة التي يسببها، وذلك بالتنقيل الفوري لهذا السوق من مركز المدينة. وفعلا نجحنا بواسطة هذا الضغط الكبير والبيانات التي خرجنا بها والتي فضحت المجلس البلدي وأرغمته على عقد دورة استثنائية للمصادقة على تنقيله. وبالفعل
تم تنقيل الشطر الأول منه أي سوق المشية الذي تم في خوضها من أجل إتمام الشطر الثاني أي تنقيل السوق بأكمله. 27/11/2013 وقوفنا إلى جانب بعض شباب المدينة الذين كانوا ضحية نصب من قبل مدير دار الشباب الذي تم اعتقاله وإعفاه من عمله. 28/11/2014 قمنا في الحزب إلى جلب لجنة صحية إلى محوطة العروي، هذه المحوطة التي كما يعرفها الجميع، هذه المحوطة التي اعتبرها التقرير الخطير الذي يهدد الصحة العمومية بالمدينة، مع العلم أن تجار السمك خاضوا عدة أشكال نظائي وتواجدنا فيها بقوة. هذا التقرير الذي أرسل إلى رئيس بلدية العروي تحت إشراف عامل الإقليم يدعو إلى وضع حد عاجل لهذا الخطر المتربص بالمدينة، كما كان لهذا التقرير الواقع إيجابي لتحريك هذا الملف وإنهاض الرأي العام من أجل بناء محوطة جديدة. 30/9/2014 قدنا احتجاج ضد المجلس البلدي ونددنا في بيان بالجرم الكبير الذي لاحق بالمال العام، سواء خاصة العبث الذي كان يقع بمداخل السوق الأسبوعي لمدة تزيد عن 20 سنة. 17/11/2015 قمنا باحتجاج داخل مقر المحافظة العقارية بالناظور بعد أن استنجد بنا مجموعة من المواطنين الذين طالهم التأسف والظلم من قبل المحافظ على الأملاك العقارية. هذا المحافظ الذي اتسم عمله بالجور والتأسف ما حد بنا إلى التنقل إلى مقر المحافظة العقارية والدخول في مشدات واصطدام كبير معه، بعد أن لاحظنا بأم أعيننا تماديه الكبير في فساده، مما قررنا معه بالخروج بشكاية ضده إلى كل من محافظ العام بالرباط وكذا عام الإقليم. هذه الشكاية وضعت حد فوري ونهائي له وتم إعفاؤهم، وهذا ما تطرق له أكثر اكتفي بهذا القدر وشكرا. مجموعة ديال القضايا اللي كتهم الشأن المحلي ديال العروي، إلا هضرنا على الشأن المحلي ديال العروي كنهضرو على الشأن المحلي ديال زيو، ديال تيزدوطي، ديال الدريوش، ديال جوج ديال الأقاليم اللي متقاربين اللي البارح كانوا إقليم واحد. ومن كنهضرو على إقليم ديال الناظور كنهضرو على إقليم اللي مشى ساعتو بقوته المادية بالمداخل ديالو الكبرى، ولكن الاهتمامات ديال الحكومة اهتمامات ضعيفة جدا. البنوك اللي كنلقاو إقليم ديال الناظور على المستوى ديال المداخيل للدولة من بين أكبر المداخيل على المستوى الوطني بعد الدار البيضاء في الأبناك اللي كاينة على المستوى الإقليم، ولكن ملي كنجيو للواقع كنلقاو حاجة أخرى، طرقات مهترئة لا جيب لي وحدة ديال 21 عام و 22 عام وطلع البرلمان وتربح 3,700,000 وغدا غادي تخرج التقاعد ودي 800,000، واحد ما كيلقاش 5,000 ولا 100 درهم باش يدي القوت اليومي ديال المواطنين ولا يدي القوت اليومي ديال ولادو. هادشي غريب اللي كنعيشو في هذا المجتمع، وبالتالي تغيير على المستوى ديال العروي ولا على المستوى ديال الاقليم ديال الناظور ولا على المستوى الوطني، التغيير غادي يكون بطبيعه الحال بالقوى الحيه، بالقوى اللي تدافع على هذا الوطن واللي ما تنازلش على حقوقها. راه ما كيصدقوش علينا الخوت، راه ما كيصدقوش علينا وان كلشي بقيناه موجود. هادشي رجاء بطبيعه ديال النضالات ديال الساكنه وبطبيعه ديال النضالات ديال الجماهير الشعبيه على المستوى الاقليمي والمستوى الوطني. الان حنا في الاقليم ديال الناظور وكما قلت قبيله من بين الاقاليم اللي اكبر شي ساعتان ولا على مستوى الساكنه، وما عندناش مستشفى جامعي اللي في الوقت اللي ولادنا يمشيو وجده ولا يمشيو للرباط ولا ما عرفين يمشيو. حنا اولى على مستوى ديال خلق مستشفى جامعي باقليم الناظور. هل الكليه ديال متعدد ديال الكليه اللي كاينه هنا حتى ولدك الا بغى يدير لونكلي ولا اجتماعيه خصو يمشي لوجده؟ شوف المهزله ديال هاد الدوله هاد. يعني كليه صغيره بحال مؤسسه ابتدائيه ولا ثانويه، واش ما فيهاش امكانيات توسيع ديالها على المستوى الاقليمي؟ علاش حنا ولادنا ولا خوتنا
يمشي لوجده. علاش يمشيو للرباط اللي باغي يدير الدكتوراه في مجموعه ديال التخصصات، وبالتالي يقفوا المنطقه ديالنا في اطار ديال محافظه جدا على المستوى الى خرج البنك ديروس دو ستوب الى غير ذلك. وبالتالي كيقولوا لنا الصندوق المغربي الداخلي هذا ديال الشمال، حنا كاع المغاربه في رقم واحد جميعا وبدون استثناء. وبالتالي كنطلب منكم جميعا على اساس ان الاستحقاقات اللي جايه ديال 7 اكتوبر نديروا اليد في اليد باش نسدوا الطريق على المفسدين، باش نسدوا الطريق على السماسره. راه من اللي كيطلع يمشي للبرلمان ولا ما كتشوفوه، كتشوفوه خمس سنين ولا اربع سنين ولا اربع سنين. وبالتالي خصنا نلقنوا لهم الدرس لهاد السماسره ديال الانتخابات، وعلى اساس اننا نتوما تختاروا اللي بغيتوا وتدافعوا عليه على اساس تغيير ديال هذا الواقع. راه ما يمكنش إذا بعد التداول في توزيع المهام، المهام توزعت على الشكل التالي: بالنسبة لرئاسة الرئيس إياك الرازي، نائبه محمد بصراوي، كاتب حتوشي نجيب، نائب شكري جمال، الأمين سفيان حسناوي، نائبه طحاوي عزيز، ودرغان محمد، شهيد عبد الرزاق، محمد مساوي، جبل أحمد، كابوس رشارين. ونتمناو غير نتمناو النجاح في هذه المهام والمساندة والدعم لكل الغيورين لهذه البلاد، لكل الغيورين لساكنة العلوي، باش يدفعوا وباش يساندوا هذا الخط المرابرين. والشكر جزيلا لكم. الجديد لي محلية العروي، نشكر الحضور الكريم، نشكر على الصبر الذي أبديته معنا. والآن أدعو الإخوة في فروع ناظور، زيو، قرية، زغنغان والعروي من أجل تشكيل الكتابة الإقليمية. الحضور اللي يبغى ينصرف ما كان حتى شي مشكل، نشكره جزيلا. واللي يبغى يبقى معنا ما كان حتى شي مشكل. تحية لكم حضور الكريم. فرصة تأسيس المكتب الإقليمي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي تطرح إشكالية عميقة ربما كبدناها منذ سنوات، يتعلق الأمر بسؤال جوهري وأساسي جدا، هو كيف لنا أن نكون حزبا فعليا عمليا على أرض الواقع، وليس مجرد حانوت سياسوي انتخابوي صرف. هذا ما نريد تأكيده في التجربة اللاحقة لهذا التأسيس. وبكل تأكيد ثقتنا في المناضلين ثقة عالية جدا، نتمنى لهذه التجربة كامل التوفيق. وتحية لكم وشكرا. اسم كريم محمد البصراوي، كاتب فرع حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وعضو مجلس الجهوي. اليوم كما تتبعتم جميعا كانت مناسبة من أجل تجديد فرع حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالعروي، وكذلك تأسيس الكتابة الإقليمية على مستوى الإقليم بما في فروع الناظور، زيو، العروي، وكذلك سلوان وزغنغان. وكما رأيتم الكتابة المحلية عادت لي أستاذ يحيى كرزازي، وعبد به أمامكم محمد بصراوي كاتب إقليمي للحزب. وبهذه المناسبة نشكر كل من حضر معنا، ونشكر الإخوة الصحافة صحافة الناظور والعروي، وشكرا مشازي الكاتب الحالي لحزب المؤتمر الاتحادي بالعروي. نشكر جميع الفعاليات اللي حضرت اليوم باش تآزر وباش تدعم وباش نجح هذا العرس النضالي اللي احنا الان في حاجه ماسه من اجل اولا محاربه الافساد، ثم كذلك للدفاع عن حقوق الساكنه ديال العروي. اذا بدورنا كذلك كنشكر
الإعلام اللي يحضر بقوة، واللي الإعلام دائما حاضر معنا، وشكرا لكم.